يسعد صباحكم من جديد. إذن بفقرة التغذية مع رند الديسي اليوم حديثنا عن مادة تسمى MSM مهمة جدا لصحة المفاصل والغضاريف. صباح الخير رند. صباح الورد. أنا جديد الموضوع. يس صحيح. اليوم رح نحكي عن مركب يسمى MSM واللي هو ميثايل سلفونيل ميثين، واللي هو نوع من أنواع المركبات الطبيعية موجود بجسم الإنسان، موجود بالحيوانات وبالنباتات، وبتثبت الدراسات إنه هو الحل الأفضل للأشخاص اللي بدهم يقللوا أوجاع المفاصل، يقللوا الالتهابات عنا بالجسم، بالإضافة لأنهم يرفعوا المناعة ولكن عبر مركبات طبيعية. برافو. هلا هي كمادة موجودة أصلاً بالجسم، مزبوط، بس تفرز بكمية محددة. لما نحن نأخذها على شكل مكمل الغذائي بصير إفرازها أو إنتاجها بشكل أفضل، واللي أكيد بتعود بالفائدة على الأشخاص اللي حابين يرفعوا المناعة مثل ما حكينا، يقللوا أوجاع المفاصل. بنفس الوقت بتثبت الدراسات ودراسات جديدة إنه كمان الـ MSM بفيد الأشخاص اللي حابين يقللوا من مخاطر الإصابة بالتهابات الجلدية المتعددة مثل الوردية الروزيشيا، بالإضافة إنه هو بحسن عمل المفصل وبحافظ على الغضاريف لفترة أطول. حلو. يعني كمان بتأثر على مظهر وصحة الجلد. أكيد هذا كمان رح نحكي عنه. صحيح. تمام. يلا نبلش بالفوائد الغذائية للـ MSM. أولاً الـ MSM بيساعد بشكل كتير كبير على تقليل أوجاع المفاصل والالتهابات. بنعرف إنه الالتهابات هي السبب الرئيسي اللي بتؤدي إلى تآكل المفصل، ولما يتآكل المفصل بصير في عندي احتكاك وبصير في عندي صعوبة بالحركة. فلما نحن نأخذ الـ MSM على شكل مكمل غذائي، اللي بصير إنه نحن بنرجع بنعيد إنتاجية أو ترميم المفصل بالدرجة الأولى. فإحنا مش بس بنعطي المفصل ليونة عبر استهلاكي للـ MSM، ولكن هو بعيد ترميم المفصل بالدرجة الأولى، فأنا بفيد الغضاريف نفسها، بالإضافة أنه بصير في عندي سهولة أكبر بالحركة. الحد اليومي للاستهلاك هو 1200 ملي جرام لمدة 12 أسبوع. هاي هي الدراسة اللي أجريت على الأشخاص لمدة 12 أسبوع، استهلكوا 1200 ملي جرام من الـ MSM وشافوا فائدة كتير كبيرة من استهلاك هاي النسب من الـ MSM يوميا. حلو. لترميم المفاصل وتقليل الأوجاع. ممتاز. ثانيا هو بقلل الالتهابات بالجسم بشكل عام. الـ MSM بيعمل على تقليل اولا بروتين يسمى NFKB. دائما لما يكون في عندي التهاب بالجسم بنشوف انه في عندي بالضبط ارتفاع في بروتين الـ NFKB، فهو اولا بقلل من هذا البروتين، بالاضافه انه هو بينتج نوع من انواع الجذور الحره، بينتج نوع من انواع مضادات الاكسده اللي بتتخلص من الجذور الحره ويسمى الجلوتاثيون. هذا الجلوتاثيون هو من اقوى المضادات الاكسده الموجوده عندي بالاغذيه، وأكيد إذا أنا باخذه على شكل مكمل غذائي مركز فأنا باخذ نسب عالية جدا من مضاد الأكسدة اللي بيمنع من الالتهابات بالدرجة الأولى. بالإضافة أنه بيخفض إنتاجية البروتين اللي بيؤدي إلى الالتهابات أو سلسلة الالتهابات بالجسم. نعم. رند، لما نحكي التهابات يعني لعدة فئات عمرية، مزبوط؟ صحيح. لأنه مثلا إذا بنحكي صحة المفاصل بنروح أكثر على كبار السن، مزبوط، بس الالتهابات عم نحكي صحة بشكل عام. أكيد. والالتهابات بنخصص فيها كمان مرضى السرطان، لأنه هو عبارة عن مرض التهابي بالجسم. بيعمل على تآكل الخلايا وانتشار خلايا غير صحية. فبهاي الحالة كمان الجسم بيكون بحالة من حالات الالتهاب، فممكن كمان يفيد لهدول الفئة من الأشخاص. نعم. في يعني كمان فائدة المفاصل. صحيح. بالنسبة للمفاصل وبالنسبة للرياضيين كمان ممكن يستفيدوا بشكل كتير كبير من الـ MSM، لأنه هو مضاد للالتهاب. بنشوف أنه نحن بعد ما نستخدم العضلات لفترة طويلة إن كان بالرياضة، وخاصة للرياضيين اللي بيعملوا ساعات طويلة من التمرين، اللي بصير أنه هاي العضلة بتتآكل، فبيؤدي إلى الأوجاع تاني يوم. فالشخص بيحس أنه عضلاته بوجعوه، بحس بنوع من انواع الاستفنس، او اللي بحس انه بيكون في عنده زي بالضبط شد عضلي. فاللي بصير انه لما انا اخذ الـ MSM هذا الاشي بيرخي العضلات، وبنفس الوقت بزيد سرعه تشافي العضله بعد التمرين الرياضي اللي انا بمارسه. فانا بشافي العضلات بطريقه اسرع وبنفس الوقت بقلل الاوجاع، فهو حل رائع للرياضيين وخاصه الاشخاص اللي بيلعبوا اثقال عاليه. ممتاز. طب سؤالي، كيف بنتناوله؟ يعني هل هو عباره عن حبوب ولا بيجي هو صحيح سائل؟ هو عبارة عن حبوب. عادة MSM هو مقرون مع الحبوب اللي بتكون الكولاجين أو حبوب اللي بتكون بتعالج المفاصل اللي بنشتريها من الصيدلية. أوكي. فهو إذا أنا أخذته لحاله فهو يعتبر مفيد جدا، وإذا أخذته كجزء من مكمل غذائي آخر لعلاج مشاكل المفاصل
كمان يعتبر مفيد جدا. ولكن إذا بدي أخذه للحالات الأخرى بعيدا عن المفاصل فبدي أخذه لحاله، ولكن إذا كان جزء من علاج المفاصل اللي كنت أنا عم باخده فيفضل أنه المكمل الغذائي اللي عم بعالج المفصل يحتوي على مادة الMSM. ممتاز. طب هل ممكن نحصل عليه من مصادر طبيعية ولا لازم يكون مركز بشكل منفصل؟ للأسف لازم يكون هو على شكل مكمل، لأنه نادرا ما نلاقي مصادر طبيعية بتعطيني الMSM، خاصة أنه فيه سلفر، فيه كبريت، واللي هو نادرا أنه نحن نلاقيه بالأطعمة اللي إحنا عم نتناولها. نعم. هلأ في كمان فئات أخرى ممكن تستفيد من استهلاكهم للMSM، وخاصة الأشخاص اللي عندهم نسب عالية من الجذور الحرة الموجودة عندهم بالجسم. نعرف أن الجذور الحرة غير السرطان. نعرف أن الجذور الحرة هي بتشكل أولا بسبب يعني بتشكل ضرر رئيسي على الجلد، على البشرة. فبنشوف أنها بتعمل على تآكل الجلد، بتعمل على زيادة ظهور علامات تقدم السن عند الأشخاص. فلما نحن نأخذ مضادات الأكسدة بنسب عالية بنتخلص من هاي الجذور الحرة. فهو بفيد كمان الأشخاص اللي حابة أنها تحافظ على الكيراتين، واللي هو البروتين الرئيسي للشعر، للأظافر، وبالنسبة نفس الوقت للجلد. فإحنا إذا بنحافظ على الكيراتين بحافظ على نضارة البشرة، بحافظ على الشعر لفترة أطول إنه ما يتكسر، وبحافظ على الأظافر. نعم. دائما منخاف إحنا لما نحكي عن مكملات غذائية إنه بشكل عشوائي يتم. صحيح. أو أي شخص هلا عنده مشكلة بالمفاصل أو الغضاريف يروح على الصيدلية ويجيبها. مظبوط. فهل لازم استشارة طبية، متابعة طبية؟ صحيح. بالحالات اللي أنا بدي أخذ فيها مكمل غذائي يفضل إنه أنا استشير إما طبيب أو أخصائي تغذية أو حتى الصيدلاني اللي رح يفيدني بشكل أكبر. نعم. ليه؟ لأنه عادة في بعض من أنواع المكملات الغذائية بتتعارض مع الأغذية اللي أنا بتناولها أو ممكن تعمل أعراض جانبية. نعم. بالنسبة للMSM الحد الأعلى من الاستهلاك اليومي هو 4.8 جرام يوميا. أوكي. في بعض من الأشخاص ممكن يشعروا بأعراض جانبية من استهلاكهم مثل الغثيان، الشعور بالنفخة، الإسهال بنفس الوقت، فممكن يكون عندي أعراض جانبية. أوكي. وما ننسى لأنه هو بيحتوي على الكبريت، بيحتوي على السلفر، فهو أكيد بيتفاعل وبيتعارض مع امتصاص الأدوية اللي بتحتوي على السلفر. نعم. فبدي أنتبه إذا أنا عم باخذ أدوية لازم أذكرها للطبيب أو للصيدلاني، وقتها هو رح يقرر إنه هل هو بيصلح لهذا الشخص أو ما بيصلح له. نعم. وبنفس الوقت بدي أنتبه من الأعراض الجانبية، وكمان أنتبه إنه في بعض الحالات الكبريت بيتفاعل مع الكحول، فلازم أمتنع عن الكحول بشكل تام. نعم. وأكيد لازم أنتبه للجرعة اليومية لأتفادى الأعراض الجانبية إذا كانت عم تحصل على جسمي. نعم. دائما بتجيب لنا كل المعلومات الجديدة والدراسات. شكرا كثير لك رند الديسي، يعطيك ألف عافية.